السلام عليكم and welcome back to my channel. لا تنسوا تشوفوا الفيديوهات اللي تكلمت عنها قبل في هذه السلسلة عشان فيها أفلام ما رح تعجبكم. Let's go. أول فيلم حتكلم عنه اليوم فيلم Roommate. Roommate بمعنى رفيق السكن أو رفيق في الغرفة. الفيلم صح إنه قديم ولكن قصته مرة حلوة. بنت لها رفيقة في السكن. الاثنين شخصيتهم مرة مختلفة عن بعض، مرة ما يتشابهوا، بس الرفيقة الجديدة هذه فيها حاجة غامضة. اللي حوالين البنت هذه اكتشفوا الشيء الغامض ده وبدأوا يبعدوا عن البنت، إلين جاء يوم حاولت البنت تبعد عن الرفيقة نفسها وما قدرت، إلين ما اضطرت إنها تسوي شيء المفروض إن هي ما تبغى تسويه. فيلم The Orphan. The Orphan بمعنى اليتيم. أظن ناس كثير تعرف عن الفيلم هذا. الفيلم ده يتكلم عن عائلة أتبنت بنت يتيمة من المقدم. البنت هذه مع الأيام تسوي حاجات ما أعرف كيف أصنفها ولا أعرف كيف أقولها، غير إنه الممثلة أو فكرة الفيلم كانت خطيرة، توصيل الفكرة نفسه كان خطير. ما أبغى أحرق عليكم أكثر من كده، لكن الفيلم لازم تركيز عشان تفهموا البنت هذه اللي اتبنوها من فين جايب الشر ده كله. فيلم The Amityville Horror. هنا أبغى تركيز شوية. الفيلم هذا معمول منه تقريبا فوق 8 أجزاء وبدأت من زمان إلين وصلت ل 2018، لكن أنا أرشح لكم جزئين، جزء 2017 والجزء اللي هو مكتوب جنبه Horror. ماني فاكرة هو كم، بس هكتب لكم السنة المكتوب فيها. طبعا قصة الفيلم هذه من ضمن القصص The Conjuring وأنابيل والأشياء هذه كلها واخدة نفس التايم لاين. هي سلسلة قصص كلها مربوطة في بعض، وأنابيل واحدة منهم وأميتيفيل واحدة منهم. الفيلم فيه في البداية مشاهد أو صور حقيقية من السالفة الأصلية. الفيلم يتكلم عن عائلة جات سكنت في بيت قد صارت فيه جريمة من فترة. البيت هذا جدا ملعون، وأصلا بس صورة البيت من برا لحالها اللي يشوفها هيقول هذا أميتيفيل. صارت جريمة غريبة جدا في البيت هذا، ويقال عنه انه هو مسكون عشان كده صارت الجريمة هذه فيه. صاحب البيت صار فيه نفس اللي صار في المجرم، يعني مثلا لو الجريمة صارت نقول في 2010 جو سكنوا في البيت في 2018، فاللي صار في الرجال اللي في 2018 نفس اللي صار في الرجال حق 2010، نفس السيناريو انعاد بنفس الاسلوب بنفس كل شيء. الفيلم اللي بعد كده من الأفلام اللي أنا شفتها لأول مرة في السعودية في السينما، فيلم Crawl. باختصار بنت سباحة ماهرة قررت إنها تروح تشوف أبوها في البيت لأنه هو مو راضي يرد على التليفون مرة. عاصفة جدا قوية كانت في المدينة حقتها في ذاك الوقت، والعاصفة كل ما لها قاعدة تزيد 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 إلين ما صار في فيضانات. ولما نزلت للقبو تحت عشان تشوفه لقت فيه أشياء غريبة ودم وأشياء، وحاولت إن هي تتبع إلين ما شافت إنه أبوها كان شبه مجروح أو مصاب. لما قدرت إن هي تفوق أبوها وتقدر تعرف إيش الشيء اللي خلاه مصاب، وقتها هنا حنعرف إيش سبب تسمية الفيلم بداء الاسم. الفيلم الأخير اللي عندنا فيلم The Fourth Kind. The Fourth Kind بمعنى النوع الرابع. الفيلم هذا المفروض إنه هو مأخوذ من قصة حقيقية، لكن أنا ماني متأكدة من صحة الكلام هذا 100% لسه، وده كمان من ضمن الأشياء اللي بسويها في القناة وأتكلم عن قصته. عندي شك مرة كبير إنه هو حقيقي، بس طبعا قصة الفيلم تتكلم عن طبيبة نفسانية في مدينة اسمها النوم في ألاسكا. المدينة هذه مرة صغيرة وجدا باردة وقطبية لأنها في ألاسكا. الطبيبة النفسانية هذه تجيها تقريبا حالات نقول فوق 11 حالة، تصحى في وقت واحد وتحلم في شيء واحد. من ضمن الحالات هذه شدت انتباهها يمكن 5 حالات اتعاملت معها، وكان في ردة فعل من الحالات هذه مو طبيعية، ادت ردة الفعل هذه للانتحار وللجنون. الطبيبة هذه مشهورة في هذه المدينة، وتقريبا هي الطبيبة الوحيدة. كمان تكتشف الطبيبة في النهاية انه في حاجة بيتستروا عليها قاعدين. حتلاحظوا انه الفيلم شوية غريب، الفيلم فيه جزء منه
تصوير حقيقي وجزء منه تصوير تمثيلي. حيطلع لكم دحين استبيان على الجنب، هل حابين أتكلم عن The Fourth Kind أو لا؟ لأنه قصته صراحة جدا تشد. ليه هنا أكون وصلت لآخر الفيديو؟ لا تنسوا تشوفوا الفيديوهات اللي قبل وتشوفوا الأفلام اللي قبل، وأي فيلم شفتوه أو تابعته وعجبكم أكتبوا لي هو تحت في الديسكريبشن. ملاحظة مرة مهمة، أي حاجة حابين أن نتكلم عنها في القناة أو أفكار ترسلوا لي إياها على إيميل القناة، لا ترسلوا لي إياها على أي أكاونت تاني عشان أقدر أرك لي. سويت الإيميل هذا عشان أنتوا طلبتوا مني. ذلك كان عندي اليوم. See you later. Bye bye.